في إطار احتفال الدولة ومؤسستها بيوم أفريقيا، استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب سفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى مصر، فضلا عن ممثلي عدد من المؤسسات الأفريقية. وأكد رئيس مجلس النواب اعتزاز مصر بهويتها الأفريقية الراسخة في وجدانها، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع ذكرى مرور 60 عاما على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، والتي يستمد منها الجميع روح التحدي والمثابرة والنضال المشترك للشعوب الأفريقية من أجل وضع القارة على طريق الاستقلال والوحدة والتنمية.